بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأرحب بكم الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، ونرحب بصفة خاصة بالسادة أعضاء دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، فأهلاً وسهلاً بهم. وهذه الجلسة يبدأها بقراءة خير الذكر الحكيم فضيلة الشيخ محمد حسن من أئمة وزارة الأوقاف، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم فتدلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مالك في موطئه: فضل صلاة القائم على القاعد. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. ويقول الإمام ابن عبد البر
تعليقا على هذا الحديث: الحديث محفوظ لعبد الله ابن عمرو بن العاص، يعني كما رواه مالك هنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عبد المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يقول الشيخ ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ورواية مالك هكذا هي الصواب كما رواها الناس، يعني جماعة الثقات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان، والاحتباء هو ضم الرجلين إلى بعضهما ناحية البطن مع التغطية بثوب خشية كشف العورة. والآن القراءة فضيلة الدكتور صبحي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مجالسه الحديثية لقراءة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى تحت رعاية معالي وزير الأوقاف جزاهم الله خيرًا على هذا العمل الطيب المبارك. كتاب أو باب الصلاة الوسطى من موطأ الإمام مالك بإسناد شيخنا شيخ المحدثين الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم إلى الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفاً ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وعن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال مالك أو عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال يحيى قال مالك وقول علي بن أبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني الصلاة الوسطى يعني فيها خلاف كبير حتى دعا بعض العلماء إلى تصنيف كتاب فيها الحافظ العلائي، والصحيح أو الجمهور على أنها صلاة العصر، وإن كان الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون إنها صلاة الصبح. وحديث أم المؤمنين عائشة وحفصة في مسألة نسخ النسخ في القرآن الكريم نسخ الرسم والكتابة وكذلك الحكم، فهذه منسوخ من أوجه النسخ في القرآن الكريم لا يثبت في مصاحفنا اليوم. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. وقال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. مشجب يعني زي الشماعة الواقفة يوضع عليها الثياب يعني. وعن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. وعن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفاً به فإن كان الثوب قصيراً فليتزر به. قال يحيى قال مالك أحب إلي أن
يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبًا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وعن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وعن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج، قالوا هنا إن الثقة هو الليث بن سعد في هذا الحديث. مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان سرف في رجوعه من عمرة القضاء، فالوحيدة التي ماتت في نفس المكان الذي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت به. وخديجة أم المؤمنين أيضا مدفونة عند المعلى، باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، يعني زوجتان خارج البقيع، ميمونة والسيدة خديجة رضي الله عنهما. وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي، المنطق هو يعني الذي يشد به الثياب من الوسط، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ناصر لبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فبإسناد شيخنا وأستاذنا أستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم نكمل القراءة. فكتاب قصر الصلاة في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال الراوي وهو يحيى عن مالك عن داود ابن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، أي يرتفع قويا، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء. رويت بالصاد ورويت أيضا بالضاد. تبض معناها تبرق، وتبص يعني تقطر وتسيل، والعين
تبض بشيء من ماء؟ فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. والجنان جمع جنة، أي يكثر ماؤه ويخصب أرضه، فيكون بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. في بعض الروايات سئل ابن عباس لماذا فعل النبي ذلك، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال ابن عباس: كي لا يحرج أمته. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن الكريم ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. قال: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. ذات الجيش مكان على بردين، بالعقيق بينها وبين ذات الجيش 12 ميلا. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجًا أو مؤتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم، موضع متسع كالإقليم، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من 4 برد، أي 16 فرسخا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب، وذات النصب موضع قرب المدينة، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. وقال قال الإمام مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد، أي 16 فرسخا مسافة القصر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، هكذا بالتشكيل. قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. باب: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا أي يقيم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، ومكثا أي إقامة، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب أو المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب: صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي على سفر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى 4، فإذا صلى لنفسه
صلى ركعتين. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب: صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر، يصلون صلاة النافلة. قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. ويكمل القراءة أخي الأستاذ الدكتور أسامة مهدي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، وبإسناد أستاذنا الجليل النبيل العلامة المحدث الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم متعه الله تعالى بالصحة والعافية، نكمل مع حضراتكم في قراءة موطأ الإمام مالك من باب صلاة الضحى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قال: فسلمت فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي تعني عليا علي
أنه قاتل رجلا أجرته أي أمنته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟ قالت: أم هانئ، وذلك ضحى أي في وقت الضحى. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها. هكذا في رواية يحيى، وفي غير رواية يحيى: وإني لأسبحها أي أصليها نافلة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبوايا ما تركتهن. وهذه مبالغة في محافظة أم المؤمنين رضي الله عنها على صلاة الضحى. باب جامع سبحة الضحى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أي من طول مكفه، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة أي قريب من وقت الظهر، يعني في الوقت الذي تكون فيه الشمس قريبة من الزوال، فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه أي عن يمينه بجواره عن يمينه، فلما جاء يرفؤ هذا اسم حاجب سيدنا عمر اسمه يرفؤ، تأخرت فصففنا وراءه. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع أي ليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وضحه العلماء ماذا عليه من الإثم أو من الذنب. وهكذا في بعض الروايات أدرجها بعض الرواة تفسيراً: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيراً له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوماً أو شهراً أو سنة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب: الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، والأتان هو أنثى الحمار أعزكم الله، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قريب من الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. باب: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال الإمام مالك رحمه الله: وأنا أرى ذلك واسعاً، إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلاً إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وروي أيضاً هذا الحديث موصولاً بسند الإمام مالك من طريق آخر من قول سيدنا علي وقول سيدنا عثمان رضي الله عنهما موقوفاً عليهما. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. باب: سترة المصلي في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى، يعني يجعلها سترة لئلا يمر أمامه أحد. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه أي عروة كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب: مسح الحصباء في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحاً خفيفاً. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحةً واحدة وتركها خير من حمر النعم، أي الأنعام الحمر، وده كان من أفخم وأغلى وأثرى أموال العرب في هذا الوقت. الإمام ابن عبد البر يقول: حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسح الحصباء مرفوع صحيح محفوظ. وهناك سند آخر للحديث عن سيدنا أبي ذر أيضا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، وفي رواية: فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وفي حديث آخر أيضا، يعني في الصحيحين هذا من رواية صحابي اسمه معيقيب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت فاعلا فمرة واحدة، إن كان ولا بد فمرة واحدة. باب: ما جاء في تسوية الصفوف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، يعني أحرم في الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال:
كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، ومعنى يفرض لي يعني يكتب لي أرضاً باسمي أو يفرض لي عطاءً من بيت المال، وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، يعني جعلهم يسوون الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. ونحب يا أخواننا في هذه المسألة إن إحنا نقول أمر يتشدد بعض الناس للأسف في مساجدنا، ويعني يتوركون على بعض الأئمة لما ينظمون الصف بأي صورة أو بأي شكل ينظمون به الصف، يقولون طالما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنص في الأحاديث يبقى إذن هو إيه؟ هو بدعة. فنقول: وربي ليست هذه بدعة، وإنما هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فليتق الله هؤلاء ولا يتكلمون بغير علم. باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. ويا أخوانا أكثر أناس على الإمام مالك في كونه روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، حتى نقلوا أقوال إنه قال: غرني بكثرة مكوثه في المسجد. لكن الإمام مالك رضي الله عنه لم يكثر الرواية عن عبد الكريم، وإنما غاية ما رواه مالك عنه ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث هي موقوفة من قول عبد الكريم. والإمام مالك يستند في هذا أن لها أصولاً من غير طريق مالك مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في معجم الطبراني بسند صحيح. فالمسألة إذن يعني لا يقيم الناس الدنيا ولا يقعدونها على الإمام مالك من أجل روايته عن عبد الكريم هذا، لأن البعض قد يدرس دراسة نظرية فيعتقد أن عبد الكريم أن مالك أكثر في الرواية عن عبد الكريم، وإنما هو مقل جدا في الرواية عنه، وإن الرواية التي رواها عنه لها أصول تشهد لها ومالك يعلم، ولكن ليس له طرق مرفوعة إليها، فروى بما له طريق عنده والعلم عند الله تعالى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وده طبعا في الصحيح عندنا مسندا. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وده برضو مسند. وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، يعني تعجيل السحور. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لكم وبارك الله فيكم. شكر الله لكم جميعا. والآن ختم الدرس، ونختمه بحمد الله وشكره على هذا التوفيق، ونتمنى للحاضرين والحاضرات ولضيوفنا الأكارم كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.